ظروف صعبة وظروف حلوة، وبرضو كملت ما وقفتش، لأن أنا مقتنع باللعيب، اللعيب جواه مش لعيب بمكان النادي أو الحتة اللي بتلعب طبعا. فيها. لا الحمد لله أنا كل بس اللعيب اللي يسيب الاهلي والزمالك ويكمل 19 سنين، عزيمه كبيره. وهو زي ما بقول لحضرتك كده، أنا ما عنديش الحتة ديت، أنا بحب الكورة من زمان، بلعبها من زمان، فعشان كده أنا ما حبيتش أقف. يعني حبيت إن أنا يعني أقول للناس إن أنا بإمكانياتي بوجودي مش الموضوع موضوع النادي، النادي الأهلي كنت بلعب في النادي الأهلي، بس مش معنى إن أنت تمشي إن أنت تموت. في لعيبة كتيرة وقعت، وفي لعيبة كتيرة ما كملتش، في لعيبة ما قدرتش إن هي تستحمل الخروج من النادي عمرك الأهلي. حلمت انك هتخرج من الاهلي؟ يعني مش كان عادي، كنت اليوم ما هيجي، يعني مش موضوع ان انت وجي اليوم في الوقت اللي انت مستنيه؟ لا لا، جه في اليوم الغلط، هو جاش في يوم صح، هو جه في غلط، يعني جه في وقت انا كنت فايق فيه وظروف، بس هي الظروف كمان النادي كان لما جه مستر جاريدو، ف يعني كان عندنا بطولة اللي هي اللي كنت في الدرالية بتاعت عماد متعب في الاخر، انا كنت مصعد، كنا رايحين لعبنا هناك 1-1 في المغرب وصعدنا الفرقة ورجعنا، خد قرار قال لي انت ما بتلعبش والكلام دوت، مع ان انا كنت العب كل الماتشات، كان معايا كابتن سيد معوض وصبر رحيل، كنت انا اللي بلعب يعني، بس جه الراجل قال لي انت عايز اشوفك في الديفندر والكلام دوت، فالموضوع دخلنا في حوارات مش في حاجه غلط، يعني ما كانش سياسه النادي الاهلي اللي انا اتربيت عليها بقالي سنين او اللي انا عشت فيها، فخدت القرار. جالي بقى الاصعب ان انت لما تيجي حد يقول لك شكرا، بيقول لك شكرا، يعني انا الخبر يا كابتن سيف انا جالي على كوبري اكتوبر، يعني قالوا لي شكرا، انا 21 بطوله مع النادي الاهلي، فلما تيجي على الاقل تكريما اي حاجه تتكلم في النادي ما بيننا وبين بعض في مكتب، لكن الموضوع جه كده شكرا والكلام دوت، فمن ساعتها وانا العلاقه اتقطعت، يعني ما بقتش حتى انا خدت القرار، ما حتى ما جيتش في التكريم بتاع البطوله اللي هي اللي الكونفدراليه، ليه؟ لا خلاص انا قفلت، يعني مش الموضوع لقيته في عدم تقدير، وانا اللي ما يعني عدم التقدير بيضايقني يعني، فبلاقيه ايه بس حتى لو قفلت من الاشخاص يبقى الكيان، الموضوع مختلف. الكيان، ما هي الاشخاص فضلت موجوده لغايه ما الفتره دي، فوجودي برضو كان هيبقى عادي، مش الفترة دي ازاي؟ في الفتره دي اللي خدنا فيها البطوله التكريم، كانوا عاملين حفله وتكريم، ف ما فرقتش معايا، حتى فرقتش معايا الميداليه نفسها اللي انا الحمد لله انا معايا منها كتير في البيت، فما فرقتش معايا ان انا اخدها اصلا، يعني ما فرقتش معايا ان اروح اخدها، لان خلاص انت طالما ما قدرتنيش يبقى انت مش عايزني ابقى ليا دور في الميداليه نفسها، فقررت ان انا ابتعد طب ما كلمتش حد من المسؤولين هناك؟ يعني احتراما سيبك لجمهور من الاهلي. لا جريدو، يعني سيبك من جريدو، ما كلمتش حد من المسؤولين هناك؟ ما هم المسؤولين هم اللي كلموني، هم اللي قالوا لي الراجل، مين اللي كلمك كان موجود؟ كانت العلاقه بصادق هو اللي كلمني وقال لي الراجل، وكان مين رئيس النادي في التوقيت ده؟ كابتن محمود طه، حاج استاذ محمود طه، كابتن المهندس محمود طه. ما خلاص انا ما بعرفش، يعني ان ما تربطش ان انا اكلم حد او اقول يعني ما قلتلوش مثلا يا فندم انا يعني بتاريخي ده امشي على كوبري 6 اكتوبر؟ لا، اصل دي الموضوع ده حصل في الفتره الاولى لما انا مشيت رحت النادي المصري، حصل في الفتره الاولى، بس كان كابتن محمود الخطيب وعارض مانويل جوزيه جدا، عارض مانويل جوزيه جدا، قال له الراجل ده ما يمشيش، لو مشي هنرجعه تاني بملايين، بلاش يمشي، انا بقول لك خليه شريط لعيب كويس جدا واحنا عايزينه معانا وبقاله فتره معانا، يعني فيه اهو، يعني كابتن محمود من